صباح الفل حبايبي متابعيني. النهارده كده ده الجزء الثاني، يعني الجزء الاولاني نزلت لكم في فندق دريمز، نزلت لكم الغرفه واللوبي تحت والاستقبال. النهارده ان شاء الله ننزل نصور الاقوى وحمامات السباحه والشاليهات اللي قدامنا دي. احنا عندنا هنا في الفندق ثلاثة اقوى، هصورها لكم وهصور لكم المكان بتاع السناكس ده. كده شايفين ده لو جاردن اللي قدامي اهو، هننزل باذن الله وهصور لكم كمان في الجزء الثاني ده الاماكن المكان اللي هو فيه العروض الترفيهيه اللي احنا بنأجر منها، هصوره لكم وتشوفوا كده فيه الاسعار. اتمنى لكم ان شاء الله مشاهده ممتعه، وما تنسوش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو. نبدأ الفيديو. بصوا احنا كده تحت المبنى بتاع دريم، شايفين هو الفندق كله المبنى اللي قدامي ده، بعد كده اللي جنب اللي قدامه ده كله ده سيزر اهو، ده الفيو اللي احنا بنشوفه من فوق. دي الشاليهات اللي قدامها البسين بتاعها. هي على فكرة الفرق في الأسعار ما بين دريم وما بين هواي سيزر اللي كانوا جنب بعض دول، الفرق مش كتير في الفلوس، يعني تقريبا بقى فرق 200 جنيه أو حاجة زي كده، بس أحلى شوية لو أنت حابة زي ما قلت لك الغرف جوه، أو يكون أهدى شوية. بس الاتنين بصراحة متعة واحدة، الحمامات السباحة واحدة، الاكوا واحده، كله مشترك عدا المطعم بس والغرف. الغرف هنا منفصله في المبنى اللي انا وريتهولكوا ده، وما بين المطعم والكلام ده، لا كل واحد مطعم منفصل لكن كله مشترك. حتى البحر اللي انا صورتهولكوا اللي هو فيه جزء رملي ده خاص بالاثنين، ممكن النزلاء اذا كان هنا او هنا يتمتعوا بيه عادي. يعني نبدا كده ندخل جوه كده فرقة على شويه حاجات تانية. احنا دلوقتي كده نزلنا تحت، دلوقتي الساعة 4:30. ده المكان اللي بيتعمل فيه السناكس، تعالوا هصورهولكوا. هنا هتلاقي فيه برجر وبطاطس ونقانق وحاجات زي كده وبيتزا. دي سلطات والكيكات، طبعا هو خلاص بيقفل على 5، اخر من الساعة 5 هجيب هنا كده سندوتشات واوريلكوا. انا طبعا احنا مش جعانين، هجيب بس الاطفال، هجيب سندوتش كده وبطاطس واوريكوا الاكل عامل ازاي. بص انا جبت البرجر اهو، وده البطاطس، وهنا الكاتشب لو انت حابه تحطي. كمان لو في ايه اللي هو الملح، بس كده بقى ده السناكس الموجود، والبيتزا لو انت حابه، بس انا مش هاخد. واللي حابه اللي هو اي خضار معاها او مخلل اهو، في برضه هيحطوا فواكه تانية. دلوقتي أنا كده بصورهم عشان خلاص يعني 7:45، يعني هما دي كده آخر حاجة. بس هعدي بقى البنوتي تاكل الساندوتش ده، وبعدين نرجع نكمل تصوير مع بعض. وجنب المطعم على طول أهو، بص جنبيه كده على طول هنا المشروبات، يعني خدي السناكس وتعالي خدي المشروبات من هنا. احنا دلوقتي كده نزلنا تحت، دلوقتي الساعة 4:30. ده المكان اللي بيتعمل فيه السناكس، تعالوا هصورهولكوا. هنا هتلاقي فيه برجر وبطاطس ونقانق وحاجات زي كده وبيتزا. دي سلطات والكيكات، طبعا هو خلاص بيقفل على 5، اخر من الساعة 5 هجيب هنا كده سندوتشات واوريلكوا. انا طبعا احنا مش جعانين، هجيب بس الاطفال، هجيب سندوتش كده وبطاطس واوريكوا الاكل عامل ازاي. بصوا دي كمان اهي العاب تانية، يعني مثلا عندك قدام هنا في الجزء اللي هناك ده، واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة ودي هناك اهو برضو كمان خمسة، عشان برضو الضغط الفندق يا جماعة مع يعني سواء سيزر او دريمز يستوعب عدد، لان المساحة كبيرة ويعني مش هيبقى في ضغط على حاجة واحدة معينة. ده كده المكان اللي انا جبت لكم منه البرجر، وهصور لكم الشاليهات دي بس لما الناس يعني يخش الغرف شويه عشان ما بقاش زحمه هناك. وما دلوقتي خلاص ما فيش حد في الحمام السباحه، بس لسه في ناس قاعده بره. كده دي الاقوى من قريب. سيبوا
ادي اهي. دي حمام اهو بينضفه دلوقتي. ودي لعبة برضو من فوق. اللعبة دي لازم تكون بتوم لان العمق بتاعها عشان اللفة كبيرة بتبقى غويطة. هو هنا 120 وهناك هتلاقي اكتر شوية. بس وادي دي برضو بتاعت الاطفال اكوا كده صغيرة. دي حلوة يعني تبقى مأمنة فيها الاطفال مش غويط اهي. طبعا وهي شغالة بقى كل الحاجات دي فيها مية واللي هي على شكل الحاجات اللي هي مدورة دي اللي على شكل العش الغراب والحاجات دي بيبقى فيها مية. واللي قدامنا هناك ده اللي هو بيبقى اللي فيه الأمواج الصناعية. ده جميل جدا لما بيشتغل. بكرة ده إن شاء الله هصورلكم مخصوص لأن حلو قوي لما بيشتغل الأمواج بتاعته. أدي الأكوا. ودي الشاليهات اللي هي ورا دي. دي الفيو بتاعها الجاردن والأكوا. اللي هناك الفيو بتاعها ناحية بحر وناحية حمامة السباحة اهي. دي اكبر شوية من اللي هناك. نروح فين؟ ودي برضو شاليهات تانية ورا. دي عندها حمامات سباحة زي اللي في الناحية التانية. هنقرب منها برضو شوية ونصورها كده. اللي قدامي على طول ده سيزر دريمز اهو. اللي قدامي كده هنا ده سيزر. هندخل برضو ان شاء الله نصور فيه من جوه. بصوا مفتوحين اهم على بعض يعني. استخداماتهم كلهم للاكوا والبسين واحد لكن الغرف منفصل. هنا المبنى ده منفصل سيزر اكبر شويه طبعا من دريمز. فالغرف هنا كتير فمنفصل. مطعم وغرف ودريمز منفصل. هواي سيزر قصدي اكبر. هاتي هنقرب كده على الفيو بتاع الشاليهات دي. الناس اللي بتحب الشاليهات ده برضو ده كبير. ده من فوق اللي وريتهولكوا. هو كذا واحد كده مفتوحين على بعض حسب العمق. ده العمق الكبير. وبعد كده كل ما بتقربي هناك بيبقى عمق صغير. نبدا كده نروح. دي كده المنطقه بتاعت الشاليهات. شايفين شكلها عامل ازاي. دي جميله. الناس اللي بتحب تبقى قدام حمام السباحة على طول. بس هنا العمق بتاعها 120 ما فيهاش حاجة قليلة. هي كلها يعني كلها عمق واحد. دي شكلها كده. اعتبر انا صورت لكم حمامات السباحة اللي تحت. وصورت هنا الشاليهات وصورنا البحر ورا. هصور لكم برضو الجزء اللي هناك بتاع الشاليهات اللي هي خاصة بدريمز مش اللي خاصة بسيزر. وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا ده كده المكان اللي احنا بناخد منه الفوط. دي الفوط اللي بتيجي مستعمله بيحطوها هنا بيديكم جوه جديده. بصوا دي التعليمات بتاعتهم. اهم حاجه يبقى معاكي الكارت اللي انت بتسحبي بيه الفوطه. بصوا من الحاجات اللي الواحد بتبسطه جدا اما يشوف ان الاجانب عندنا هنا نازلين مستمتعين قد ايه بفنادقنا في مصر وبالجمال وبصوا بالبسين وبالاكوا. واحنا نيجي علشان مثلا اي مشاكل حصلت شخصيه مثلا مع اي يعني شخص من الفندق او في التسكين او في الغرفه. نطلع بقى عن الفندق. لا الفندق سيء. لا الفندق مش حلو. يعني جالي تعليق ضايقني جدا ان قال مجموعه هواي كلها سيئه. سيئه ازاي يعني؟ انا يعني رحت فيها فندقين وادي التالت اهو لغايه دلوقتي مش شايفه اي حاجه فيه سيئه. ممكن يكون في حاجات حصلت مثلا في لوجاردن او ريفينا مع اشخاص او كانت حاجات بسيطه. وبصراحه يعني اداره الفندق اداره الفندق اهتمت مثلا ان كان في تعليم ناس كتير على موضوع الاكل مثلا لا تغير تماما. وانا حتى لما حد من عندي من المتابعين كذا حد كان مقلق ورايح وبعدين رجع شكر في الفندق اتبسطت جدا لان انا كمان رحت واتبسطت. ويعني والتعليقات اللي جت دي مش عارفه بصراحه يعني كانت مشاكل معاهم من امتى او حاجه زي كده. فلا جربوا وروحوا لو في حاجه بتضايقكم. الاداره كويسه جدا
بتهتم باي حاجه مضايقاكم، يعني بيشتغلوا الناس هنا كلها فعلا على راحتنا عشان يبقوا مبسوطين. ف يعني المفروض ان احنا ما نكون واجهه كويسه جدا لفنادقنا ولبلدنا. بصوا ده كده البسين اللي قدام سيزر على طول شايفين، والحته اللي هي قدامنا دي الستيج ده اللي بيبقى عليه الحفله اللي هي الساعه 9، لكن الحفله الثانيه بتاعت الاطفال وكده بتبقى الساعه 7 عن الساعه بتاعت دي خاصه بدريم زي ما بقول لكم عليها، دي بتبقى الساعه 7 عند المطعم، موجوده في عند المطعم. في برضو محلات وبار هناك، ده هخش ان شاء الله هعمل لكم فيديو منفصل ليه سيزر من جوه اهو. دي كده كل المنطقه دي كده، كل اللي انتم شايفينه قدامكم ده سيزر اهو، ده كله سيزر بالاس دريمز. هو بس المبنى اللي ورا ده اهو، احنا الغرفه اللي هي 1 2 3 اللي هي رقم 3. نقرب كده على اللي هم عند حمامات السباحه اصوره لكم، ونرجع بقى على المطعم. انا كمان خلاص نص ساعه كده العشاء يبدا، هصوره باذن الله. دي اللي خاصين بدريم، ده كده جزء منهم، وحواليكم الجزء الثاني. هم عددهم مش كبير، بس الناحيه هنا باصين على البول والناحيه الثانيه برضه باصين على البول. الميوزك اللي شغاله دي بتبقى من جوه المطعم كده، بيبقوا عاملين زي احتفال اهو، بدأوا يحضروه للعشاء ان شاء الله هنصوره. اهي دي كده الشاليهات اهي، دي كلها كده بتاعت دريم، دي اللي احنا بنبص عليها من فوق، فانا جبتها لكم من تحت اهي. هسألكم برضو على اسعارها بالظبط كام. هي كلها النهارده يعني ما شاء الله لما انا اتصلت كلها محجوزه، اللي هي الجزء ده والجزء الثاني. نبدا كده، وهي قدام المطعم على طول اهو، والغرفه فوق هنا في الدور الثالث. نخلص بقى كده ونصور بقى المطعم. وهنا كده بيرشوا كل يوم علشان لو في ناموس ما يضايقش الناس في المطعم، او لو قاعدين على الحفله بتاعت البيسين بالليل. ودي كده منطقه الكيدز كورنر، دي برده خاصه بالاطفال الصغيرين، لو الاطفال مثلا هي ليها بوابه طبعا هنا لما بيكون فيها الاطفال بيقفلوها عليهم. لو عندك اطفال مش حابين الميه خالص مثلا وحابه انك انت تجيبيهم هنا يلعبوا، برده حلوه جدا. وعاملها بص تحت الاكوا، هي مكانها بيبقى تحت الاكوا اهو. دي المواعيد بتاعتهم. حلو مكان الاطفال هما الصغيرين مثلا 2 3 سنين بالكتير، لو مثلا تعبتي من الميه او حاجه او مش عايزين يلعبوا ممكن تجيبهم هنا. والمكان تحت رمل، ما تقلقيش عليهم مثلا لو بيلعبوا ان مفيش حاجه ممكن تعورهم او كده، يعني تحت الكيدز تحت الاكوا زي ما قلت لكم. اهي دي مكانها من بره. كده نطلع ايه، نخرج بقى على البيتش. بصوا كمان في هنا حديقه حيوانات صغننه كده الاطفال، عند الالعاب بتاعتنا اللي قلت لكم عليها، هفرجكم كده عليها برضو زي اللي موجوده في الجاردن كده، فيها شويه حيوانات صغيره كده بس لذيذه يعني. اهو دي بتاعت عصافير، اتفضلي يا حبيبتي. ودي نسانيس اهي قرود. وهنا بس انتوا شايفين هنا في طاووس. حلوه الحاجات دي بيفرحوا بيها الاطفال، هي جنب الكيد زي اللي قلت لكم عليها بتاعت الاطفال، هي جنبها على طول تحت الاكوا في المجموعه بتاعت الحيوانات دي، هم حاطينها هي تحت الاكوا عشان الشمس. تعالوا اوريكم المكان اللي فتح جوه دلوقتي، صوره لكم من جوه. انا كنت جيت صورت لكم وهو مقفول، دلوقتي فتح. بص لما يكون في اطفال او جوه حاجه بيقفلوها. بصي
بصي هي مكيفة برضو للأطفال، فيها زي تنويم اهي، تولد كده للأطفال، والشاشة دي الصبح بيبقوا مشغلين فيها الكرتون وحاجات زي كده. اه ده المكان كده برضو حلو الأطفال بيتبسطوا فيه. نخرج بقى، يلا نصور مكان تاني. بصوا احنا كده تحت الاقوى، احنا دلوقتي حوالي الساعة 3 اهي، بصوا الدنيا مش زحمة خالص ازاي. يعني السلالم بتاعت الاقوى اهي تعتبر فاضية، بيطلع واحد او اثنين بالكتير. اه بصوا انا دي صورتها لكم في الاوقات كلها، يعني عشان ما حدش يقول لي تنزلي صوري في الوقت اللي ما فيهوش زحمه، صورتوكي الساعه 12 والساعه 3 والصبح في كل وقت. بصي العدد عشان في كذا اقوى، العدد اهو ما بيبقاش كتير، بتلاقي حبل دي كده اللي قدامنا ورا هناك اهي، دي الاقوى اللي انا صورت لكم عندها، دي اللي خاصه بهوايلو جاردن وريفيرا. اللي قدامنا دي خاصه بهواي دريمز اهي الاقوى، طبعا قفلت دلوقتي، هصورها لكم من قريب. وفي الاقوى الثانيه طبعا، انت لو نازله في دريم ممكن تستخدمي الاقوى اللي هنا والاقوى كمان اللي في سيزر، ودي فيها ميزه كويسه ان ما يبقاش في ضغط على الاقوى. الناس اللي هي مثلا قالت لك روحنا واللي في ضغط على الاقوى، لا ممكن تيجي هنا، لان هي نفس الالعاب موجوده في الجزئين، هي اختلاف في لعبه واحده تقريبا بس اللي مش موجوده. هنطلع كده قدام شويه اوريكم برده الاقوى الثانيه. اه وادي الاقوى الثالثه، يعني هنا ثلاثة اقوى شغالين، ف هيبقى مفيش ضغط على حاجه. وبرده البول بتاع الاطفال في واحد هنا فيه العاب، هشغله يعني هصوره ان شاء الله، هما شغالين برده بكره. وادي حمام سباحه تاني، انا سالت قالوا لي ان مجموعه حمام السباحه اللي مستخدمه في سيزر وفي دريم حوالي 17 حمام سباحه. ادي اول اتنين منهم، وادي التالت، وفي رابع جنبيه برضو بتاع الاطفال غير الاكوا اللي كان ورا اهو. ودي كده منطقه الشاليهات، هصورها لكم دلوقتي. نروح بس عند الاكوا اللي هي التالته الكبيره برضو اصورها. إيه كده احنا تالت يوم اهوت، عايزه اوريكم البول وهو شغال والكلام ده، وهقول لكم النهارده إيه على الاسعار بتاعه دي الحاجات اللي انتوا سالتوني عليها، ان البنانة وكل الالعاب اللي هي المائيه. فهنروح دلوقتي كده مع بعض نصورها. بصوا ما شاء الله هنا في، قلت لكم زي ما قلت لكم ان في حمامات سباحه كتير، فدي حاجه كويسه عشان بصوا مهما كان العدد كبير، بصوا تلاقي الحمامات ما فيهاش زحمه ولا الاكوا كمان فيها زحمه، فدي حاجه كويسه جدا للناس اللي هي بتشتكي من اي فندق الزحمه. لا هنا بصراحه الموضوع حلو جدا، الدنيا فاضيه، مع ان ما شاء الله تقريبا ما فيش غرفه النهارده في الفندق اللي انا نازله فيه حتى فاضيه، ومع ذلك ان الكثافة في حمامة السباحة أو على الأكوا زي ما أنتم شايفين. يعني قلت هصورت لكم على الطبيعة. هنروح كده أشوف بقى الأسعار وأقول لكم عشان ما يبقاش الفيديو طول إيه عليكم. بصوا ده البول الخاص بالبيكيني، لكن بقية الحمامات السباحة التانية مسموح فيها بالنزول عادي، يعني مفيش غير ده
بس هو اللي خاصص بالبيكيني، بقيه الحمامات التانيه مشتركه، يعني اللي حابب من مصريين واجانب ينزلوا مفيش مشكله، المهم نكون بس بالمايو الشرعي تنزلي بيه عادي مفيش مشكله. اهو هو اخر واحد يعتبر ايه على البيتش على طول. دلوقتي كده هنصور الشط كده نشوف عامل ايه. طبعا هو زي برضو الجاردن وزي الريفيرا ان هي في منطقة كده عالية وبعدين البحر تحت، فهنقرب برضو المشكلة بتاعت الصخور بس بعد كده عادي. يعني لو انتوا واضحة في الكاميرا هي الحتة الاولانية دي بس، هي الجزء ده، لكن بعد كده عادي. وبرضو عاملين ممشى هناك اهو، في حته كده الميه فيها منخفضه كده، تعالوا نشوفها اللي هي الحصور العالي اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش موجود قدامي، فنروح نشوف. شفت اهو دي التعليمات اللي موجوده. نقرب بس شويه واوريكم البلاش كده من هنا، في شط هناك فممكن يكون ده منطقة رملية، فهوريها لكم برضو نتأكد. هما برضو حاطين بصوا اللي هي زي المراجيح والحاجات دي كده، بس مش زي الجارد. اليوم برضو بكرة بأمر الله الصبح ان شاء الله هصورها لكم، اشوف نشوف الموجة ونشوف لما ننزل كده لتحت. مش هنزل انا دلوقتي، والمكان اللي هناك ده للعصاير والفواكه شايفينها كده، وهنا تأجير اللي هي الألعاب المائية واللايف جاكيت والبنانة والحاجات دي كلها. هحاول ان شاء الله اشوف لكم الأسعار ايه بتاعتها. وهنا بيبيع حظاظات وحاجات زي كده والكتابة على الرمل. دلوقتي كده خلاص الساعة 5:10 اهي، فكده كل الحمامات السباحة قفلت والأكوا قفل من 4. دي مجموعة من الشاليهات اهي تانية غير اللي موجودة على البسين فوق. بصوا اللي قدامي على طول ده سيزر، يعني اللي انا واقفة قدامه ده سيزر، هنقرب برضو منه هصوره لكم. دي كده مجموعة من الألعاب. بس كده دي هنا كده وريتكم الكيدز اير ووريتكم المكان بتاع الحيوانات كده. وبرده بصوا هنا دي الشاليهات الخاصة بسيزر، دي اللي هي على الحمام السباحة كده، دي خاصة بيهم. دي الوقت بتاعها يبقى اطول شوية من الاكوا وكده، يعني هنا الاكوا خلاص قفلت الساعة 4 دلوقتي، دول ممكن بيقعدوا كمان لخمسة او بدأوا يصفروا في الحمامات التانية. خلاص كله قرب يخلصوا. تمام خلاص كده. هصور لكم كمان شويه ان شاء الله المحلات اللي في سيزر من بره وسيزر كده من جوه شويه، لان وقت ما صورت لكم بالليل كان زحمه، فهحاول اصور لكم والمكان رايق شويه على الساعه 6 كده ولا حاجه قبل العشاء، تكون الدنيا هاديه ان شاء الله. دلوقتي انا سالتكم على ميعاد هنا الامواج الصناعية، بتشتغل بساعتين في اليوم من 11 ل 12 وبتشتغل من 2 ل 3. هي بتبقى شغالة زي دلوقتي كده عادية، لكن الامواج بتشتغل من 11 ل 12 ومن زي ما قلت لكم من 2 ل 3. دول الساعتين بتوعهم بس اللي طول اليوم للي حابين. لكن الحمامات كلها بتبدا من الساعة 8 كلها بتفتح. الاكوا من 10. يعني الاكوا لسه ما اشتغلتش برضه اهي. لا الكبيرة ولا بتاعت الأطفال لسه كلهم ما اشتغلوش. أول بقى ما هتشتغل هنزل أصورها لكم تاني إن شاء الله. دي اللي هي الأكوا بتاعت الأطفال، دي الصغيرة ممكن ينزل فيها الأطفال اللي هم من أول سنتين، والأكوا اللي ورا هي اشتغلت. دي أحلى الأطفال وأمان جدا. هنبدأ بقى أصور لكم ودي برضو خلاص هي اشتغلت، الناس واخدة العوامات وطالعة. ياسين العوامات هناك اهي، العوامات بتبقى تحت اهي، بياخدوها وينزلوا يلعبوها تحت. الامواج الصناعية تشتغل دلوقتي وهصورها لكم.
بصوا هي كده بقى اشتغلت، شايفين الامواج عامله ازاي؟ بتيجي من جوه كده وتبقى لبره عامله كده شط زي البحر بالظبط، بتبقى حلوه للاطفال، وبعدين ليها وقت كمان بتزيد شويه عن كده بتبقى جميله. اللي مثلا عندهم اطفال بيخافوا ينزلوا البحر او الرمل والصخر وكده، فدي حلوه كان هم في البحر بالظبط. ده بص الموج بيبقى شايفين، كده احنا قدام سيزر بالاس، ده المسرح اللي عليه الحفلة. الحفلة بتبدأ الساعة 9. الحفلة دي مشتركة للفندق اللي سيزر بالاس والدريمز، بتبقى هنا قدام حمامات السباحة. بعد العشاء على طول على الساعة 9 بيبدأ فريق الانيميشن يشتغل، وبتبقى العروض كلها خاصة هنا في المسرح بس، مفيش حاجة جوه تاني عند المطعم. بصوا كده كده احنا هو البيتش قدامنا هنا، كده ده المكان اللي بتحجزي فيه الغواصة. ده طبعا خاص بالاتنين، سيزر بالاس وسيزر دريم. طبعا الغواصه دي برضو انصحكم انكم تجربوها، جدا الاطفال بتبسطوا بيها، والناس اللي مثلا بتخاف من الميه وما بتغطسش فدي حلوه ليهم قوي عشان يشوفوا جمال البحر من تحت. وهنا طبعا دي اللي هي السمك اللي هو بيتعمل تحطي فيه رجلك واللي هو ياكل الجلد الميت. كنت ورطها لكم في الجاردن كانت ب 150، معرفش هنا كام، بس طبعا السعر متقارب يعني. وبحط لك هنا رقم تليفون لو مش موجودين انك انت تتصلي عليهم، بس هم كلهم موجودين بصراحه يعني. دلوقتي احنا هنطلع على البيتش بره، وجنبيه على طول اللي هو الحجز الالعاب المائيه. الالعاب المائيه هم بتلاقيهم كلهم منتشرين في الفيديو في الفندق. لو عايزه تحجزي بيعرفوك يعني، تلاقي كل واحد هنا ماسك الكتالوج بتاع الالعاب اللي عنده، والرحلات والحاجات زي دي يعني لغايه مكانك وانت قاعده هتلاقيهم بيلفوا حواليكي. اهو هخش كده اسال لكم، اهو ده المكان. انا هشوف لكم حد دلوقتي مع اللي هو الكتالوج اللي بيحجز منه ده، وهفرجكم عليه دلوقتي ان شاء الله. في كل الالعاب المائيه هنا متاحه كلها موجوده، حتى انا صورت لكم من فوق البالون والحاجات وهي شغاله. اهو هنطلع بصوا ما قدامي هم على البيتش. وعايزه اوريكم حاجه هنا، المره اللي فاتت لما انا جيت قلت لكم ان بصوا المنطقه دي حلوه قوي. بص انا عايزه اقربها لكم شويه. في جزء كبير قدامي اهو، ده رملي. انا معايا عربيه بنتي بس، فالنازله هنا تبقى صعبه من زمان، عرفت انزل هنزل دلوقتي اصورها لكم. بصوا عامله ازاي يعني، العربية بس اللي هتعمل من الرملة، بس هنزل اصوركم. دي حلوة جدا الاطفال اهو يقعدوا يلعبوا عليها، والمية فيها مش غويطة، فالعوم فيها حلو جدا. دي ما مش موجودة بصراحة لا في ريفيرا ولا في لوجاردن، هي موجودة هنا في سيزر بالاس وسيزر دريم. هحاول انزل كده اصوركم من قريب. بصوا انا نزلت لكم اهو، اهي جميلة اوي الحتة دي، والهواء فيها احلى من المنطقة العالية. بصوا حتى بصوا الكابوريا قد ايه، في كابوريا كتير قوي هنا اهي. بصوا داخله اهي، مش عارفه باينه ولا لا. هنطلع قدام شويه اوريها لكم. حلوه منطقه كبيره فيها رمل، وبعد كده البحر هنا مستواه قليل، حتى الناس اللي مثلا بتخاف ان البحر يكون عالي، لا مستوى البحر هنا كويس جدا للاطفال والكبار اللي ما بيخافوا من المناطق العاليه اهي. بصوا دي بقى اللي بقولكوا على الحته العاليه اللي هي الصخر. لا انت بتنزلي من الجنب كده، في نازله حلوه عاملينها، وبعدين بتيجي هنا اهي. بصوا الشط عامل ازاي، فيها حلوه قوي اهي. منطقه كبيره مش صغيره يعني، تقريبا داخل على حته في فندق تاني هناك اهي. كل ده متاح لك انك انت تستخدميه. هنرجع بقى، ولون الميه هنا جميل. معانا دلوقتي استاذ محمود ابو زيد، ولا كابتن محمود ابو زيد، هيقول لنا الرحلات
واسعارها، وزي ما وريت لكم المكان اللي بتحجزوا منه. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. جزيره الجفتن تبتدي الساعه 8 الصبح، بتخلص الساعه 4 4 ونص، من 8 ل 4 العصر. بيبقى فيها وقفتين سنوركلين، كل وقفه ساعه، في مكانين مختلفين، بيديك الماسك واللايف جاكيت والزعانف، وبيبقى معاك سنوركل جايد. بالنسبه للناس اللي ما بتعرفش تعوم عادي، بتنزل بعوامه، بيدوهم عوامه واللايف واللايف جاكيت وكل حاجه، وبينزلوا بيشدوهم في الميه، ما فيش مشكله. طب كويس. بتشوفي هناك اشهر اسماك، بتشوفيها المورينا والنابليون والنيمو، بتشوفي اسماك كتير ملونه هناك. هي رحله نحتار، رحله دي يعني جميله، تستحق ان هي الناس تروحها فعلا، جميله قوي. حضرتك بعد كده بقى هتمشي المركب، تحرك بطاقه فيها وجبات على المركب مع حضرتك جاي في البرنامج. طب تمام، هي كمان البرنامج اهو. بيبقى في وقفه على جزيره الجفتون، بيبقى وقفه ساعه. بيبقى حضرتك الجزيره دي المايه هناك بتبقى مايه نظام مايه صافيه، مايه كريستال هناك. عايزه تعومي، عايزه تعملي سنوركلينج هناك، ما فيش مشكله. بعد كده ترجعي على المركب، بيبقى في وجبه الغداء بتاعتكم حضرتك هناك، وبيبقى في مشروبات. المشروبات دي طول اليوم، من اول ما تبتدي الرحله لحد ما تنتهي الرحله بيبقى فيه مشروبات طول اليوم، والووتر تي والكافي والميل. كويس. دول شغالين طول اليوم. بعد كده حضرتك المركب بتتحرك تاني، بيبقى في وقفه تلعب مائيه، تلعبوا دور بنانا ودور كوترا. دي طبعا بنفس الفلوس بتاعت الرحله ولا بتضاف لها؟ نفس الفلوس. حلو جدا. اكسترا اي حاجه هنا انكلود. حضرتك بيبقى بعد كده في برضه نص ساعه سنوركلين، نص ساعه صيد، سوري نص ساعه صيد، بيبقى تسقيط. تمام كده. ده البرنامج، ده الفول برنامج بتاع الرحله. سعر البرنامج كله كامل كام؟ سعر البرنامج حضرتك ده 400 جنيه تنفيذ سياحي، تنفيذ اوروبي. ان في تنفيذ مصري وفي تنفيذ اوروبي. المصري هتلاقيه على 360 جنيه او 350 جنيه. لا لا، ما فرقتش ال 50، بس بيكون حاجه احلى. تنفيذ اوروبي والمراكب. طب وبالنسبه للاطفال سعرهم ايه؟ حضرتك من 5 سنين ونازل دول فري، من 6 سنين ل 10 سنين بتحسب نص فرد. نص فرد، يعني فوق 6 سنين نص فرد. تمام. دي اول كده رحله معانا اللي هي بتاعت جزيره الجفتون. ماشي. الرحله اللي بعد كده، بعد كده بيبقى في عندنا حاجه الغواصه. دي انا جربتها. تمام. عندي السي سكوب اللي زي كده حضرتك. انا نزلت السي سكوب دي اللي بقول لكم عليها، جميله. وعندي حاجه ثانيه بس نزلتها في شرم بصراحه، ما نزلتهاش انا لسه. عندي حاجه ثانيه احسن من السي سكوب. ايه هي؟ البارادايس كلاس. بارادايس كلاس. دي نفس السي سكوب، بيبقى مركب بيقدر تحت الميه 5 متر. تمام. ده اكبر كاتامران في الغردقه على فكره، ما شاء الله. بيبقى 3 ادوار فوق سطح الميه، 3 ادوار. ده ممكن نجربه المره دي. تمام حضرتك. بص ده بيبقى منظر الروف من فوق، حلو قوي. اكيد شايفين الصور معايا طبعا. هم هنا بتتفرجي من الازاز ده على الاسماك والشعاب. احنا ركبنا السكوب، هي كان فيها الجزء ده بس، يعني ما كانش فيها اللي هو 3 ادوار دول. تمام. حضرتك بتتفرجي هنا بتاع مده 45 دقيقه على الاسماك والشعاب. بعد كده بيبقى فيه نص ساعه سنوركلينج. تمام. وبتقعدي على الروف بتاع المركب. مدتها قد ايه؟ الرحله على المركب بالظبط ساعتين. ساعتين. في اي وقت بتحجز ولا ليها ميعاد معين؟ ليها ميعادين حضرتك. في ميعاد بيبقى الساعه من ده 10 الواحده، من 10 الواحده. وفي من 2 ل 5 حضرتك. من 2 ل 5. طب بتطلعوا منين بقى يعني؟ بتطلع من الريسبشن، التنفيذ بتاعنا من الريسبشن، عشان خاطر ما فيش مارينا هنا. عشان خاطر بسبب الجزر هنا، الرمله اللي طالعه في الميه دي، فما فيش مارينا، عشان هنا امتداد يعني بيحجزوا معاكم، بتتفقوا انك تقابلوا في الريسبشن وتطلعوا. حضرتك. طب تكلفه الرحله كام برضو؟ تكلفه الرحله 200 جنيه للفرد، نفسها زيها زي السعر، زي نفس السعر. بتاع السي سكوب. بس دي احسن من السي سكوب. احنا جربنا فعلا دي. طب اسعار الاطفال ايه؟ انا هجرب المره دي ان شاء الله. نفس السيستم برضه، نفس السيستم ماشي في فوق 6 سنين نص فرد. من 6 سنين لحد 10 سنين نص فرد. انت قلت لي ميعاد، اول ميعاد الساعه كام؟ اول ميعاد في من الساعه 10 لوحده. وفي ميعاد ثاني من 2 ل 5. من 2 ل 5 ممكن نحجز مكان بكره 2 ل 5 ده ان شاء الله. تمام. في حضرتك الثاني، في جزيره ثانيه اسمها جزيره الاورن. دي لا ما رحناش. دي ايه ظروفها؟ دي الاورن بي موجودة هنا برضو؟ ده الفيو بتاعها، ده مش فوتوشوب، ده كله ده الفيو بتاعها. واو. ما شاء الله. لا جميلة قوي حضرتك. بصوا الفيو بتاعها حلو جدا. الجزيرة دي جزيرة مستثمر مش تبع الحكومة، يعني ده في مستثمر عامل الكلام ده حضرتك، وعامل المشروع ده، اللي عامل مدينة الجونة هو اللي عامل ده حضرتك. سويرس. سويرس حضرتك. دي تبع سويرس. ما هي اورنج. اورنج بي. دي بتروح برضو ازاي؟ دي الجزيرة دي بتبتدي ميعادها هنا عندي من الريسبشن من الساعة 7:30، بترجع الساعة 5 يوم يعني. برضه يوم كامل برضه حضرتك، من 7 ل 5. بيبقى فيها وقفتين سنوركلين، كل وقفة ساعة نفس السيستم. بعد كده بتقعد على جزيرة الأورنج ساعتين، بتعملي اللي أنت عايزاه حضرتك. في مطعم هناك لو حابة تشتري منه أي حاجة، ده اكسترا بتدفعي له فلوس أو مشروبات هناك. لكن الغداء بتاعكم بيكون على المركب، والمشروبات على المركب طول اليوم. الغداء يختلف عن الجفتون، انه احسن من الجفتون. الغداء بتاعها اعلى شويه من الجفتون. طبعا حضرتك.
وبيبقى برضو فيها العاب مائيه بتلعبوا دور بنانا ودور كوترا. إيه سعرها ايه الرحله دي؟ سعرها دي اغلى من الجفتون دي، بتبقى ب 600 جنيه. ب 600 جنيه، ما هي عشان مكان مستثمر بقى بس. عشان الجزيره، عشان وضع الجزيره بيختلف، بيبقى فيه شمسيات وفي الكلام ده كله. طيب تمام. دي في ايه تاني بقى اللي هي الحاجات المائيه اللي هنا اسعارها ايه؟ الحاجات هنا في عندي رحله برايفت، رحله هنا في مركب بيشيل 12 فرد، اخره 12 فرد هو بيكون. حضرتك بيبقى 3 ساعات برايفت. 3 ساعات. 3 ساعات ده ب 1500 جنيه. طيب والبنانه والحاجات دي اسعارها ايه؟ البنانه هنا سعرها هنا بتختلف للمجموعات، المجموعات لو انتوا جيتوا مجموعه هنا هنديكم سعر كويس. القطره 150 جنيه والبنانه ب 140 جنيه. حلو جدا. تمام. انا شفت كمان اللي هي الحاجات اللي هي الشراعيه اللي زي دي. الشراع حضرتك ده الكايت سيرف، الحاجات دي بتبقى كورسات. دي كورسات، بيبقى كورس 3 ايام او 3 ساعات 6 ساعات على ما اعتقد، 6 ساعات دول عاملين 3000 جنيه يعني. طب ودي سعرها ايه اللي هي اللي حضرتك عديت؟ ايوه دي الباراشوت. الباراشوت سعره ايه؟ شفته شغال النهارده الصبح. الباراشوت حضرتك ده بيبقى الدبل عامل 600 جنيه والسنجل عامل 400. الدبل عامل كام؟ 600 جنيه. 600 جنيه. ليها وزن معين مسموح بيه؟ ليها 150، هي 150 كيلو اخرها. اخرها 150. 150 كيلو، الدبل يكون 150 كيلو اخرها. احنا كمصريين ما شاء الله يعني ايه؟ صعب. يعني عايزه حد بقى رفيع وحد يوزن معايا. مقسومه لو مجموعه كبيره برضه، لو مجموعه كبيره بيختلف السعر حضرتك يعني. كل الجروب بيفرق السعر. بيفرق السعر لما بيكون جروب غير لما يكون عدد فردي او فاميليا واحده. تمام. في اي رحلات تانية مع حضرتك او حاجه؟ قلت لك عليها الثلاث ساعات دي اللي بتطلع من هنا، بتطلع من عندي من هنا في لانش هنا كبير. بيشيل 12 فرد. بيبقى في حضرتك 3 ساعات بتعمليهم. عايز تعمل سنوركلين فيه مش فيش مشكله، بيديك اللايف جاكيت والماسك والزعانف، وبيبقى فيه نص ساعه فيه، بتبقى عزم زي ما انت عايزه سنوركلين، تعملي ساعه نص ساعه ساعتين براحتك. تمام. وبيبقى في صيد لو عايزه تعملي صيد برضه ما فيش مشكله، الوقت اللي انت حابه، بس انت كل اللي ليكي 3 ساعات. طب سعر الفرد كام؟ لا ما هي 12 فرد اخرهم 1500 جنيه. حلو. لو اتقسمت يركب فرد ب 1500، يركب 12 يدفع 1500. هي المركبه بتطلع كده، بتتقسم على حسب اللي طالعين، ممكن كمجموعه 5 6 براحتهم ويقسموها على بعض. 1500 جنيه حلو. حلوه دي برضو. تمام. تمام. انا سعيد بحضرتك جدا، لو في رقم بقى تليفون يكون سهل ايه للتواصل. انتوا ما شاء الله هنا كتير يعني، مش بتلفوا. اربع افراد. ده استاذ محمد محمود ولا محمد؟ استاذ محمود ان شاء الله. زر 10 285 13 522. طب مشكرة لحضرتك جدا جدا. اهلا سعيدة، ان شاء الله اشوفكم قريب. الله يخليك. متشكرة جدا حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام.